القضية الفلسطينية. بعد إعلان قيام دولة إسرائيل سنة 67 و300 ألف للهجرة، حشد العرب قوات مشتركة للقتال، دخلوا الحرب مع الصهاينة، حققوا انتصارات مشرفة. أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بوقف القتال وإعلان الهدنة. وبعد الهدنة استعاد القتال مجدداً، لكن بعد أن استكملت إسرائيل استعداداتها، في حين افتقد العرب للأسلحة الحديثة والقيادة الموحدة. وكانت النكبة حيث زرعت إسرائيل في قلب الوطن العربي، وظهرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. تطورت حركة المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، نشأت عدة تنظيمات كمنظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني وغيرها، وتبنت خيار الكفاح المسلح. وفي سنة 86 و300 ألف للهجرة شنت إسرائيل هجوماً مفاجئاً على الدول العربية، احتلت بنتائجه هضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية وأجزاء من جنوب لبنان، وسيطرت على الضفة الغربية. قامت كل من مصر وسوريا سنة 92 و300 ألف للهجرة وبدعم من كافة الدول العربية بحرب ضد إسرائيل، حيث تمكنت القوات المصرية من تدمير خط بارليف وعبور قناة السويس، وتمكنت القوات السورية من تدمير خط آلون. وكان من نتائج تلك الحرب أن استعادت مصر شبه جزيرة سيناء، واستعادت سوريا مدينة القنيطرة، وعادت القضية الفلسطينية لل